السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. وهذا الفيديو غادي يخص الفروض ديال المرحلة الثانية بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي من مادة التربية الإسلامية. إذا نبداو على بركة الله بوضعية الانطلاق. يوم الجمعة الماضي اغتسلت ولبست ثوبا حسنا ورافقت صديقك لأداء صلاة الجمعة بالمسجد. أثناء الخطبة تحدث الإمام عن الأخلاق المذمومة وذكر على الخصوص الغش والتطفيف في الميزان. وأثناء الصلاة قرأ الإمام في الركعة الأولى من سورة المطففين من قوله تعالى ويل للمطففين إلى قوله تعالى وما أدراك ما سجين. وقرأ في الركعة الثانية من سورة النازعات من قوله تعالى والنازعات غرقا إلى قوله تعالى لمردودون في الحافرة. وبعد انقضاء الصلاة عدتما فرحين مسرورين إلى منزليكما. إذن هذه هي الوضعية ديال الانطلاق. غادي نحاولوا من خلال هذه الوضعيه الجواب على الاسئله المقترحه هنا بعد الوضعيه. اذا نبداو بالسؤال الاول. عندنا اكتب ما قراه الامام في كل ركعه. اذا غادي نكتبوا في هذا السؤال شنو قرا الامام في كل ركعه. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين. اذا الايه واحد الذين اذا اكتالوا على الناس إذا اكتالوا على الناس يستوفون. آية 2 وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. آية 3 ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. آية 4 مبعوثون ليوم عظيم. آية 5 يوم يقوم الناس لرب العالمين. آية 6 كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. إذن سجين الآية 7 وما أدراك ما سجين الآية 8 من سورة المطففين. إذن عاود نقرأ لكم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. صدق الله العظيم. سورة المطففين الآية من الآية الأولى إلى الآية الثامنة. ندوز الآن إلى السورة الثانية وهي سورة النازعات يعني اللي قرأها في الركعة الثانية. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا آية 1 والناشطات نشطا الآية 2 والسابحات سبحا آية 3 فالسابقات سبقا آية 4 فالمدبرات أمرا آية 5 يوم ترجف الراجفة آية 6 تتبعها الرادفة آية 7 قلوب يومئذ واجفة آية 8 أبصارها خاشعة آية 9 يقولون أنا
لمردودون في الحافرة، الآية 10. إذن نعيد. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أنا لمردودون في الحافرة. صدق الله مولانا العظيم. ندوز الآن للسؤال الثاني. دائما في فرض التربية الإسلامية، لون بنفس اللون العبارة ومعناها. إذن غادي نلونو بنفس اللون العبارة والمعنى ديالها. عندنا ترجف واجفة أساطير، عندنا خائفة خرافات وأباطيل، وعندنا تهتز. إذن غناخد ثلاثة ديال الأنواع، مثلا الأزرق والأخضر والأحمر. إذن كل عبارة غادي نلونها بنفس اللون ديال المعنى ديالها. ترجف مثلا لونها بالأحمر، ترجف. إذن المعنى ديال ترجف معناها تهتز، معناها تهتز. نعم. إذن واجفة، واجفة معناها خائفة طبيعة الحال. واجفة خائفة، وجوه خائفة. وفي الأخير أساطير، أساطير عندنا الأساطير يعني معناها الخرافات، معناها الخرافات. نعم، خرافات وأباطيل. إذن ترجف تهتز، واجفة خائفة، أساطير خرافات وأباطيل. السؤال الثالث: من بين القيم التالية ضع علامة في أمام القيم التي هدانا الله تعالى إليها في بداية سورة المطففين. إذن في البداية ديال سورة المطففين هي اللي كتبناها الفوق، الله سبحانه وتعالى هدانا إلى بعض القيم. واش القيم، واش هي الإحسان في الكيل والميزان، ولا احترام الوالدين ومساعدة المحتاجين، ولا الإيمان بالبعث والتصديق بيوم القيامة. من طبيعة الحال القيم التي هدانا الله تعالى هي القيم ديال الإحسان في الكيل والميزان. نعم. ندوزو السؤال الموالي، هو السؤال رقم 4. من أركان الإيمان: الإيمان بملائكة الله الذين خلقهم الله تعالى لوظائف متعددة، أذكر أسماء الملائكة المكلفين بالوظائف التالية. نعم. إذن الوحي، من هو الملك المكلف بالوحي؟ من هو الملك المكلف بالأمطار؟ من هو الملك المكلف بالنفخ في الصور؟ ومن هو الملك المكلف بقبض الروح؟ إذن الوحي، الوحي هو جبريل عليه السلام، جبريل عليه الصلاة والسلام عليه السلام. نعم. الأمطار، أمطار عندنا ميكائيل، ميكائيل عليه السلام. النفخ في الصور، النفخ في الصور عندنا إسرافيل، إسرافيل عليه السلام. ثم قبض الروح، نعم، ملك الموت، هو ملك الموت عزرائيل عليه السلام. إذن قبض الروح نذكره، إذن ملك الموت، ملك الموت، نعم، اللي هو عزرائيل عليه السلام. نعم. إذن هادو هما الملائكة، كل مكلف بوظيفة معينة. السؤال الخامس، نمر إلى السؤال الخامس: من آداب يوم الجمعة الاغتسال قبل الذهاب إلى المسجد. نعم. إذن من بين الآداب ديال يوم الجمعة وأننا نغتسل قبل ما نمشيو للمسجد. رتب أفعال الغسل كما كان يغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا إفاضة الماء على سائر الجسد، غسل اليدين، تخليل الشعر، وضوء، الصلاة. إذن نبدأ بطبيعة الحال ب رقم واحد، وهو غسل اليدين. غسل اليدين في المرتبة الأولى، إذن هو السلوك الأول الذي كان يبدأ به رسول عليه الصلاة والسلام أثناء الاغتسال. نعم. غسل اليدين، ثم وضوء الصلاة. نعم. ثم وضوء الصلاة، بعد وضوء الصلاة عندنا تخليل الشعر. نعم. بعد تخليل الشعر إفاضة الماء على سائر الجسد، وبهذا يكون قد اغتسل قبل الذهاب إلى المسجد أثناء يوم الجمعة. نعم. إذن 4. السؤال السادس، نمر إلى السؤال السادس. السؤال السادس: عندنا أثناء الخطبة حث الإمام على اجتناب الغش في جميع المعاملات، عبر عن رأيك في من يغش واذكر الجزاء الذي توعده الله تعالى الذين يغشون. إذن أثناء الخطبة الإمام قال بأنه يجب
يجب اجتناب الغش في جميع المعاملات ديالنا، بالنسبة للغش في الميزان، الغش في الكلام، الغش في 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 الامتحانات إلى غير ذلك. دابا الآن غادي نحاولوا نعبروا أو نبينوا الرأي ديالنا في الغش، وكذلك نبينوا الجزاء الذي توعد به الله عز وجل الذين يغشون. حسب إذن الغش هو سلوك مذموم، نعم يجب، وسلوك مذموم يجب اجتنابه. إذن هو سلوك مذموم يجب اجتنابه، لأن فيه ظلم للناس، لأن فيه ظلم للناس، وجزاء الغشاشين جهنم، وجزاء الغشاشين جهنم، لأن جهنم خالدين فيها، كما قال عز وجل، إن قال تعالى ويل للمطففين، ويل للمطففين، مطففين معناها الغشاشين، آية واحد من سورة المطففين. إذن السؤال الموالي نمر له، إذن السؤال 7، أكمل الحديث النبوي التالي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات، إذن نتاء لا يقتل، لا يدخل الجنة قتات. وما معنى القتات؟ القتات هو النمام، النمام الذي ينقل، إذن هو الذي الذي ينقل كلام بعض الناس إلى بعض لإفساد العلاقة بينهم. إذن الشخص اللي كيمشي كيوصل الكلام ديال البعض إلى البعض الآخر باش يفسد العلاقة اللي بيناتهم يسمى القتات، وهو النمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. دوزو للسؤال 8 والأخير، أكمل الجدول بما يناسب، عندنا الكذب، عندنا الكلمة الطيبة، عندنا الظلم، الصدق، الغدر، أساعد المحتاج، الغيبة، وقراءة القرآن. وهنا عندنا ما يهذب الخلق وما يسيء الخلق. ما يهذب الخلق، غادي نبداو أولا بالكلمة الطيبة. نعم الكلمة الطيبة، نعم غتمشي لنا، تبقى لنا الكذب، نعم الكذب، الكذب نعم ما يسيء الخلق، عندنا الظلم كذلك، الظلم نعم، ثم نذهب إلى الصدق، الصدق هو ما يهذب الخلق، الصدق نعم، ثم الغدر ما يسيء الخلق، الخلق عفوا، نعم الغدر نعم، أساعد المحتاج ما يهذب الخلق، أساعد المحتاج نعم، ثم غتبقى لي الغيبة، الغيبة ما يسيء الخلق، الغيبة الغيبة، ثم قراءة القرآن هي ما يهذب الخلق، قراءة القرآن نعم. بهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري باش نزيد لكم فيديوهات اخرى وفروض اخرى باش تزيدوا تستافدوا ان شاء الله معايا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.